أصبحت تعطينا التعليمات. تخيلوا المهزلة، تخيلوا المهزلة. فطبعا الوضع جد خطير. طيب احنا ما وراء عثمان كافالا؟ الموضوع ليس عثمان كافالا ولا الدول الأوروبية تشغل بالها بعثمان كافالا، لكن في اختصار عثمان كافالا هو أصلا شخص يوناني حصل على الجنسية التركية، يعني هو ليس تركي الأصل، ليس من الأناضول أصلا كله، إنما هو كما ذكرنا في حلقة سابقة ولد في مدينة كافالا اليونانية، وانتقلت أسرته لتركيا ضمن معاهدة لوزان. ومعاهدة لوزان نصت على إجبار الحكومة التركية على منح أناس أتوا من خارج تركيا إليها أنه يجري منحهم الجنسية التركية. ولما والده أو جده أتى إلى تركيا لم يدخلهم مدارس تركيا ولا أي حاجة، فورا سافروا إلى فرنسا، ولد عثمان كافالا في فرنسا وتلقى تعليمه في فرنسا، ولما عاد لتركيا مرة ثانية دخل مدرسة أمريكية. يعني الولد عثمان كافالا مولود في عائلته من خارج تركيا، ولد خارج تركيا، تلقى في تعليم في مدرسة أجنبية، ولما أراد أن يدخل الجامعة سافر إلى أمريكا. يعني ليس له أي صلة جغرافية أو روحية بتركيا، فلم يتعلم في مدرسة تركية ولا دخل مسجد في تركيا ولا حفظ سورة الفتحة في تركيا، ولا هو كل الحكاية معاه جواز سفر تركي، أنا يحمل الجنسية التركية ظاهريا فقط، واسم عثمان لزوم أنه يستطيع التحرك في المجتمع التركي. لو كان اسمه قسطنطين أو اسمه كوهين كان هذا سيعرقل عمله في المجتمع التركي. لما سافر لأمريكا وحصل على الجامعة في أمريكا، أمريكا أعادته إلى تركيا ضمن مشروع حزب العمال الشيوعي البيكاكا الكردستاني، وهذا حزب يقوده أرمن ويدعي أنه يمثل الأكراد، ضمن أنه السياق الفكري لتقسيم تركيا. هنا هنركز أن عثمان كافالا الأمريكان لما اختاروه كان ممكن يختاروا أي واحد تركي من داخل الأناضول، كان ممكن يختاروا أي واحد من اسطنبول، من أنقرة، من ديار بكر، يكون تربى بين المسلمين في الأناضول وذهب للماء وتحول إلى خائن، سهل جدا. لكن أمريكا لما بتأتي بأحد وتسد له مهمة حساسة كهذه بتختار واحد تعرف جده. يعني جد عثمان كافالا كان يعمل مع الدول الأوروبية في تجارة الدخان، يعني هو منذ 200 سنة هو بيدمر صحة الناس، ولابد أن يأتوا به لأنه ليس من أسرة مسلمة. يعني لو أنا صابر كافر وملحد وأسب الله والعياذ بالله وكفر بالقرآن وكل حاجة وخائن وكل شيء، ولكن أبي وأمي مسلمين، أمريكا ترفض أن هي تجعلني، ممكن تجعلني رئيس أو مدير لعمل، ممكن تجعلني معاون، خدام، فراش، شيء كهذا. لماذا؟ يقول لك ممكن صابر يتوب، ممكن صابر يصبح عميل مزدوج، ما هو في النهاية بينظر ان فيها ابوه وامه، فهمتم؟ فبيختاروا لا، لابد يكون ابوه وجده يعني يكونوا متعرفين ان هؤلاء لم يمر على الاسلام يوما، وده اللي هم كما تشاهدون، وده تجدوه عندنا في مصر في جمال عبد الناصر ومحمد علي باشا، ومتكرر في العديد من الدول الإسلامية يعني. طيب دي المدرسة الأمريكية اللي تعلم فيها عثمان كافالا، مدرسة روبرت الأمريكية، وطبعا هو بيعمل في مؤسسة سورس. سورس رجل أعمال يهودي في أمريكا، وطبعا هدفه تقسيم الدول وتناولت ذلك في حلقة سابقة، وفتح فرع في تركيا. عثمان كافالا هو مسؤول هذا الفرع.